إذا شككت في إنسان وتخاف تعطي وأنت تريد أن تعين هذا، فماذا تصنع؟ قال إن ابن السبيل يحتاج إلى السفر ويريد مال حتى يشتري تذكرة الرجوع إلى أهله، وليس لديه مال ومنقطع وشكى الحاجة، فماذا تصنع؟ تذهب وتشتري له تذكرة والحمد لله. جاءك إنسان وتشك فيه أنه يريد المال للمخدرات مثلا، فماذا تصنع؟ قال تعبان مريض واحتاج إلى طعام، أعطني مما أعطاك الله. ماذا تقول؟ تقول تعال اشتري لك طعام ولباس. قال لا، تعطيني مال لا تعطيه. هذا معروف أنه ما أراد إلا نسأل الله السلامة والعافية، مفهوم؟ دق فقير على رجل غني من الأغنياء، دق عليه الباب. قال من؟ قال السائل. قال انصرف. قال سبحان الله، اسمي إبراهيم، لا ينصرف إلا إذا حلي باللام أو أضف. قال ابن مالك رحمه الله وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. قال أنا إبراهيم، ما يمكن لي أن أنصرف لأن إبراهيم ممنوع من الصرف. قال لابد إذا حلي باللام أو أضف، تحلي أنصرف وإلا فأنا باقي.